يقول فضيلة الشيخ في بعض التسجيلات تباع أشرطة إسلامية للأناشيد لكنها مصحوبة بالجفوف والطبول، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الاستماع إليها ما دامت مصحوبة بهذا. أما إذا كانت خالية من ذلك فينظر إلى موضوع الأنشودة، هل هو سليم أو غير سليم. ونصيحتي لإخوان الشباب أن يحرصوا على الأشرطة المفيدة كأشرطة تفسير القرآن أو شرح الأحاديث النبوية أو مسائل علمية ينتفعون بها ويفعون. لكن لو أن نساء في حفل زواج اشترينا من هذه الأشرطة التي ليس فيها إلا الدفوف والأناشيد فيها سليمة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن إذا كان فعلهن في أنفسهن جائزة فهذا مثله.